قعدوا دائما في الراي الشيخان. شوفوا اليوم راه كاين واحد الازمه، ماشي ازمه، خلينا نقولوا لغط حادث حول الراي. هل الراي جزائري؟ هل الراي مغربي؟ هناك حديث على انه المغرب راه يدير اجتهاد باش يدخلوا في الارث المغربي، في التراث المغربي كذا. انت بصراحه الراي كي تشوفي الراي منين نقولوا اصله؟ هل الراي جزائري ام راي مغربي؟ بكل حيل على بالي بلي طبعا انت خلينا نقولوا جزائريه مغربيه، يعني عند الزوج يعتبروا بلدان. الراي 100% جزائري 100%. هذه الماما تعطيونا حاجة عليها، أعطيني حاجة رابعة. عاوديها لنا، عاوديها لنا. 100% جزائري. هذا ما كان. فوالا. بارك الله فيك، اسمح لنا اللي قلقناك رابح، اسمح لنا. فوالا يعني خلاص. راي تاع بكري يا جلالي عمارنا، راي ناراي، ياسين، زرقي. نعم هادو هما الراي. الراي الريميتي كما قلت لك بلاتينا الله يرحمها برحمه الله، سي لو فغي غاي، الراي اللي خرج من الجزائر. نشوفوك سي لا سورس.